السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في فيديو جديد. في الحقيقة ناس كتير قوي بتسألني عن الهاشيموتو وبتطلب ان انا اعمل فيديو خاص بمرض الهاشيموتو. ايه هو مرض الهاشيموتو؟ هو مرض خاص بالغدة الدرقية، مرض مناعي. يعني ايه مرض مناعي؟ يعني الجسم بينتج اجسام مضادة بتهاجم الغدة الدرقية. طب ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى تلف في الغدة الدرقية مع مرور الوقت. طيب هو في ناس معرضين اكتر لانهم يصابوا بالهاشيموتو ديسيز ده او مرض الهاشيموتو؟ اه طبعا في ناس اكثر عرضة، زي مثلا حد عنده مرض السكر من النوع الاول اللي هو بيعتمد على الانسولين تايب 1. ممكن شخص عنده الذئبة الحمراء، ده بيبقى مرض مناعي. هو طبعا السكر من النوع الاول بيعتبر مرض مناعي، الذئبة الحمراء برضو مرض مناعي، فده معرض ان هو برضو ممكن يجيله هاشيموتو عشان نفس القصة، ده مرض مناعي وده مرض مناعي. في ناس عندهم مرض الروماتويد اللي هو بيصيب بالمفاصل، ليه اعراض كتير ومشاكل كتير الروماتويد ده، وهو طبعا مرض مناعي، فبالتالي الناس دول في برضو فرصة اكبر ان هم يتعرضوا لمرض هاشيموتو. مرض البهاق، البهاق اللي هو بيبقى فيه حتت فتحة كده في الجلد، ده برضو مرض مناعي. في امراض مناعية تانية كتير، بس الفكرة ان هو اللي عنده مرض مناعي بيبقى اكثر عرضة انه ممكن يتعرض لهاشيموتو ديسيز او مرض الهاشيموتو الخاص بالغدة الدرقية. في عوامل تانية برضو، زي مثلا الحد اخد يود بكثرة، يعني تناول اليود بكمية كبيرة او الافراط في تناول اليود او مكملات اليود، التعرض للاشعاعات. ممكن كمان جنس بقى اللي هو السيدات بيبقوا اكتر عرضة من الرجال بالنسبة للموضوع ده. كمان ساعات نقص مستويات فيتامين ب 12 بتتسبب في مرض هاشيموتو. ايه هي بقى اعراض هاشيموتو؟ هي عبارة عن اعراض نقص هرمون الغدة الدرقية. احنا بنقول ان هو بيتسبب في تلف الغدة الدرقية. طيب معنى كده ايه؟ معنى كده ان الغدة هتكون غير قادرة على القيام بافراز الهرمونات بتاعتها، فبالتالي فالاعراض هتكون اعراض نقص هرمون الغدة الدرقية. انا عملت فيديوهات قبل كده عن الغدة الدرقية وقلت بالتفصيل ايه هي اعراض نقص هرمون الغدة الدرقية، هنقولها تاني سريعا كده. إيه اول حاجة؟ بيبقى فيه تعب وارهاق باستمرار، يعني في كسل، في خمول، الشخص ده مش قادر يعمل حاجة، تعبان على طول. ممكن كمان بيحصل امساك، كمان بيحصل الشعر بيبتدي يسقط، بيحصل تساقط في الشعر وبالذات شعر الحاجبين. برضو بيبقى فيه شعور بالبرودة غير عادي، يعني مثلا هو الدنيا حر وهو ممكن يحس ان هو سقعان. بيبقى فيه شعور بالاكتئاب، يعني المود مش كويس، مزاجه مش حلو، متضايق، مش مبسوط. ممكن بقى يبقى فيه زيادة في الوزن، وده برضو من الحاجات اللي احنا ايه لما بيجي نعمل دايت او حد بيبقى عنده زيادة في الوزن بنشك برضو ان يكون فيه مشكلة في او نقص في هرمون الغدة الدرقية. ممكن يحصل جفاف في الجلد، ممكن كمان بحة في الصوت، في تغيير كده في الصوت، ممكن الصوت يبقى خشن شوية، ممكن بيبقى فيه بطء في ضربات القلب برضو. هو طبعا مش لازم كل الاعراض تحصل لنفس الشخص، ممكن شخص يبقى عنده بعض الاعراض واعراض تانية لا، مش شرط ان كل الاعراض لازم تبقى موجودة في نفس الشخص ده. الكوليسترول ممكن يرتفع، وبالذات الكوليسترول الضار، بيبقى فيه كده البشرة فيها جفاف وشحوب في البشرة، بيبقى فيه كده تعبير اسمه واكسي سكين، يعني الجلد عامل زي ما يكون عليه شمع كده. وممكن يكون طبعا فيه تورم نتيجة مية محبوسة في الجسم، تورم في الرجلين، تورم تحت العين، لما يصحى الصبح يلاقي وشه منفخ. كمان ممكن يبقى فيه ضعف في العضلات، ده بيأثر طبعا على الشغل او بيأثر على النشاط اليومي بتاعه. ممكن لو مثلا بنت او سيدة بيبقى فيه برضو تغيير في الدورة الشهرية، ممكن الدورة تبقى غير منتظمة، ممكن يبقى فيه نزيف زيادة، ممكن يبقى فيه تأخر في الحمل ومشاكل في الخصوبة. ممكن كمان الغدة الدرقية لو حصل فيها تضخم ممكن يبقى بتسبب ألم وصعوبة في البلع. أحيانا بيبقى المرض موجود عند الشخص ومفيش أعراض تذكر ظاهرة عنده. احنا نشخص بقى المرض ازاي او ايه التحاليل اللي احنا المفروض نعملها؟ اول حاجة بنعملها هرمونات الغدة الدرقية. ممكن كمان نعمل الاجسام المضادة. طب العلاج عبارة عن ايه؟ العلاج لو الشخص ده ما عندهوش مشكلة، يعني ولا حسب الاعراض، لو في
مشاكل ظهرت نتيجة نقص هرمون الغدة الدرقية يبقى احنا لازم هندي الهرمون البديل اللي هو الليفوثيروكسين. لو ما فيش اعراض يبقى في ترقب، يعني احنا بنتابع الحالة، لو ظهرت اعراض نقص الهرمون بندي الهرمون، هو ده العلاج الوحيد. هرمون الغدة الدرقية احنا عارفين طبعا علشان ناخده بيبقى ليه طريقة، علشان ده لو اخدناه مع الاكل هو مش هيجيب اي تأثير ومش هيبقى ليه اي لازمة. لازم يتاخد على الريق على معدة فاضية، ولازم ما ناكلش بعدها قبل ساعة، يعني المعدة فاضية وبعد كده ناكل بعديها بساعة، ده على الريق الصبح. لو حد بيصوم يبقى ممكن بعد الفطار مثلا، يعني ممكن ياخده اول ما الاذان يدن ويستنى ساعة، او ان هو ياكل ويجي على الساعة 10 يوقف اكل 4 ساعات، بعد كده ياخد الهرمون وبعدين يستنى ساعة وبعدين يتسحر. ده لو في الصيام. لو الايام العادية بياخده الصبح على الريق، او في حاجة جميلة جدا لو هو صحى يصلي الفجر مثلا ياخد الهرمون، هتبقى المعدة فاضية، ياخد الالتروكسين او السيروكسين وبعد كده ينام ويصحى بعد كده يفطر، او مينيمم ان هو لازم يسيب ساعة قبل ما يبتدي ياكل او يفطر. طيب في بعض حاجات بقى بتأثر عليه، احنا عندنا القهوة المفروض تبقى بينها وبين السيروكسين ده 4 ساعات، او على الاقل على الاقل 2 ساعة، ما ينفعش ان هو ياخد واول حاجة يبتدي بيها في فطاره بعد ساعة ياخد القهوة، لا، القهوة بتقلل امتصاص السيروكسين، مش هينفع، مش هيمتص، بتحيط بيه كده وبتعمل زي يعني دايرة حواليه او بتعمل حاجة حواليه بتخليه ما يمتصش، فكده هو ما يعتبرش خد الدواء، هو متهياله ان هو خد الدواء بس هو ما خدهوش خالص، هو يعتبر ما خدهوش. في بعض الادوية الكالسيوم والحديد برضو لازم يكون في فرق بينها وبين الثيروكسين 4 ساعات، ما ينفعش ناخده وناخد وراه حاجة زي كده، ولا كالسيوم ولا حديد. في معلومة بقى طبعا انا عايزة اقولها، ان الهرمون الثيروكسين ده هو ملوش اعراض جانبية لو اتاخد بالجرعات المناسبة بتاعته واللي هي بتظبط الغدة، لكن لو في زيادة في هرمون الثيروكسين، لو حد بيحب ياخد زيادة منه مثلا، في ناس تقول اصلا انا عايزة اخس اصلا ازود احسن الجرعة بتاعته، لا، هو زيادة الجرعة بتاعة ثيروكسين ممكن تؤدي الى هشاشة العظام، بتؤدي فعلا وبتأثر على العظم، بتعمل هشاشة في العظم، كمان هي بتزود ضربات القلب، فهو يعني مش مستحب خالص ومش مفروض ان احنا ناخد جرعة اكتر من الجرعة اللي هي بتزبط لي الغدة. الجرعات الزيادة ليها تأثير ضار، ما ينفعش ان احنا ناخد جرعات زيادة. كمان مضادات الحموضة برضو زي برضو الحديد والكالسيوم بتأثر على امتصاص الثيروكسين، فما ينفعش برضو ناخد مضادات الحموضة مع الثيروكسين، لازم يبقى فيه فرق حوالي 4 ساعات، يبقى الكالسيوم والحديد ومضادات الحموضة والقهوة. تمام، نفس بقى الكلام اللي احنا قلناه لأكل او الأطعمة اللي هي بتبقى في صالح الغدة الدرقية، الحاجات اللي بتحتوي على اليود زي البيض واللبن والسمك والسلمون والملح اللي بيحتوي على اليود، الحاجات دي مفيدة لمريض الغدة الدرقية. احنا انا عملت فيديو قبل كده عن الأطعمة المفيدة لمريض الغدة الدرقية، ممكن برضو حضراتكم تشوفوا الفيديو ده، وفي كذا فيديو عملته على الغدة الدرقية. لو الغدة الدرقية مظبوطة بيبقى الحرق في الجسم مظبوط، ما بيبقاش فيه زيادة في الوزن. لو مثلا اي حد عنده وزن زيادة وعايز يعمل دايت لازم اكيد يطمن ان الغدة الدرقية بتاعته سليمة، ان مفيش انيميا. لو في انيميا، الانيميا بتأثر على الحرق وبتقلل معدل الحرق، يعني لازم تتعالج الانيميا الاول قبل ما يبتدي الدايت. كمان الرياضة مهمة جدا، الرياضة كمان من الحاجات اللي بتزود الحرق بنسبة عالية جدا، يعني لو الواحد عمل رياضة الصبح بيفضل طول النهار الحرق بتاعه عالي، فالرياضة من الحاجات اللي هي بتزود الكتلة العضلية، مهمة جدا، بتعلي هرمون النمو، هرمون النمو ده برضو بيعلي معدل الحرق. كمان شرب المية مهم جدا علشان معدل الحرق وعلشان الكلى، نحافظ على سلامة الكلى، ما يبقاش فيه تركيز عالي للأملاح في الكلى، المية بتخفف الأملاح اللي في الكلى. طبعا نضارة الجسم عشان ما يحصلش جفاف، المية طبعا مهمة جدا، المفروض ان احنا ناخد من 2 ل3 لتر مية في اليوم على الأقل، ولو بقى كمان الدنيا حر ممكن نزودهم 3-4 لتر في اليوم، فهي المية مفيدة جدا. التوتر من الحاجات اللي هي بتقلل معدل الحرق، بتطلع هرمون الكورتيزول، بتأثر على الهرمونات بالسلب، يعني الغدة الدرقية من الحاجات اللي بتتأثر بالتوتر وبزيادة الوزن، الحاجتين دول بيأثروا جامد على الغدة الدرقية،
فاحنا مهم جدا ان احنا نبعد عن التوتر علشان نقلل هرمون الكورتيزول. التوتر بيطلع هرمون الكورتيزول، ده بيقلل معدل الحرق وبيخزن مية في الجسم وبيعلي الضغط وبيعمل مشاكل كتير جدا. نتجنب اي ستريس او اي مشاكل ونحاول ان احنا نتأقلم مع، يعني كل الناس عندها مشاكل، ما فيش حد عايش من غير مشاكل، بس نحاول ان احنا ايه يعني إيه نتعايش مع المشكلة. يعني ما اكون عندي مشكلة خلاص متضايق وزعلان لا، ما هو ده مش هيحل المشكلة، احاول احل المشكلة او اتعايش معاها لو هي مشكلة مش بتتحل. لكن ان انا اتوتر والكلام ده بلاش منه، لان التوتر بيأثر بالسلب على حاجات كتير جدا جدا يعني. تمام، يا رب أكون وصلت المعلومات عن مرض الهاشيموتو للناس اللي هم سألوني عليه، ويا رب تكونوا استفدتم. ولو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا لايك وشير. وفي النهاية بشكركم وأشوفكم فيديو تاني إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.